إنجاز ريادي له علاقة بعمل إبداعي على المستوى العالمي من خلال مركز زها بمحافظة معان، له علاقة بالروبوت ومسابقة عالمية، يعني بحاجة إلى ذكاء وبحاجة إلى شغف ورغبة أيضا بالنسبة للفريق الأردني المشارك الذي حقق جائزة نوعية بامتياز، كان ينافس على إحدى جوائز هذه المسابقة وحصل عليها تحت بند أو مسمى أو ما بين قوسين أفضل مدرب وأفضل فريق. نتحدث عن 93 فريق مشارك من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم. الفريق الأردني بمقتبل العمر حقق هذه الجائزة وحصل عليها بامتياز. أكيد ضيوفنا الكرام راح يتحدثوا أكثر فأكثر عن مسابقة الروبوت العالمية، وشيء جميل. أنا كان بودي ترى يكون الروبوت حاضر ونشوف كيف ممكن أنه الفكرة كيف نشأت وكيف ممكن أنه يتحرك وماذا يقدم هذا الروبوت. أنا بدي أصبح بالخير بداية على أفضل مدرب الذي حصل على هذه الجائزة، وهذا فخر لنا حقيقة، فخر للمملكة الأردنية الهاشمية، الأستاذ عبد الله المجالي رئيس قسم التفكير والإبداع. أستاذ مجحم نشكرك لاستضافة الفريق ولهذه المبادرة من قبلكم. إجت فكرة إنشاء مركز زها الثقافي معان من ضمن مشروع المبادرات الملكية وإنشاء مراكز زها الثقافية في جميع أنحاء المملكة لإعطاء المجال أمام طلاب المحافظات لأخذ نفس الفرصة في تعليم هذه العلوم الجديدة الموجودة عندنا بالعاصمة. تم إنشاء المركز في مركز الحسين بن عبد الله الثقافي. تم إعطاء دورة الروبوت للطلاب، اشتغلنا معهم على مدار سنة كاملة، دربناهم الحمد لله، قدرنا أنه نشكل فريق قادر على المنافسة بوقت قياسي. شاركوا في المسابقة الوطنية اللي بنظمها مركز اليوبيل للتميز التربوي، ونوجه لهم كل الشكر. تحصلوا على كأس تحدي الصعاب، وحصلنا على كأس أفضل مدرب وطني كمان. تمت تأهل الطلاب إلى المسابقة العالمية في جامعة باث في بريطانيا المملكة المتحدة. كانت المنافسة شديدة بصراحة، كونها أول مشاركة على المستوى العالمي، وبالنسبة للطلاب كانت أول مشاركة لهم هاي السنة، فكان في عندهم شوية خوف، كان في عندنا شوية تحديات، لأنه إجا التجهيز للمسابقة بفترة فترة قصيرة، وكانت فترتها في امتحانات عند الطلاب فترة رمضان، تعرف بعد المسافة ننزل عليهم من عمان لمعان. يعني أنا أتحدث عن هذه التفاصيل تحديدا من خلال الفريق الأردني المشارك اللي حقق إنجاز رائع وإنجاز يحسب لشبابنا وشاباتنا. رحمة محمد روحي غزال، أسعد الله صباحك ونبارك لكم هذا الإنجاز. الروبوت وهذه المسابقة وموضوع نوعا ما في قلق، في توتر فترة بسيطة بالإعداد والتحضير والتهيئة للمشاركة ومنافسة فرق عالمية متمرسة إن صح القول ولها خبرات يعني سابقة، كيف أبليتم بلاء حسنا وحصلتم على هذه الجائزة؟ الحمد لله، يعني احنا كانت هاي بما انه اول مشاركه لنا واول مره بنخوض هيك تجربه، يعني اول مره بنطلع للعالم الخارجي يعني برا الاردن كمان، كانت منافسه كتير قويه وكتير حلوه، يعني استمتعنا فيها، اكتسبنا فيها خبرات كتيره، برضه كنا نعمل مع بعض يعني كفريق متكامل، كنا نتعامل بمحاور كتيره زي محاور البرمجه، التصميم، العمل الجماعي، كيف نعمل البحث العلمي، المشروع كيف يكون في ابداع وابتكار، يعني انه حتى يخدم المجتمع اكثر، وكيف نستخدم الروبوت الالي يعني بشكل متطور اكثر حتى يخدم يعني اكثر فئه من المجتمع. جميل، انتقل لحمزه البدور، اسعد الله صباحك بكل الخير، نبارك لك ايضا حمزه هذا الانجاز. عند مشاركتك بهذا الفريق ماذا كنت تريد من الروبوت، او شو الفكره اللي كانت ببال حمزه حتى توظفها بجسم آلي متحرك ممكن يساهم بأمور عديدة؟ الفكرة اللي كانت عند حمزة وتم توظيفها وأسقاطها على هذا الجسم الآلي اللي هو الروبوت ما بين قوسين. طبعا أول ما كنا نتشارك ما كنا نعرف شو هو الروبوت، ما كنا نعرف شو جميل. شو موجود شو يمكن تسوي فيه، ما كنت أعرف إنه في مسابقة من الأصل، بس شاركنا في مركز زها بدأنا نتعلم درجة درجة. أول إشي بلشنا اخترنا المدرب الأستاذ عبد الله،
بعدين بلشت. سبب اختيار الأستاذ عبد الله الحمزة؟ أحكي بصراحة يعني بالعكس بالعكس هذا اختيار صعب يعني هيكم حققتوا إنجاز يعني لمس فيك شيء. عند اختيار الطلاب لازم إن أنت تختار ما تختار الطلاب اللي يكونوا متناسقين مع بعض. أكيد هاي نرجع لها أستاذ عبد الله ولك المساحة بس أنا حاب أعطي الوقت لحمزة. أنا ما بدي أفاجئك كنت بالسؤال بس أنا كنت حاب أشوف الشعور وردة الفعل حقيقة عند الاختيار وفعلا قبلت بلان حسنا ويعني الجائزه كفيله تحدث عن نفسها. حمزه الان شو الفكره اللي كانت عندك بعد التحقق بالفريق وتم توظيفها بهذا الروبوت الالي؟ تغيرت الفكره كليا. كنت مفكر انه بدك تبني غير انه الموجود. ما كنت اعرف انه من الليجو. بلشت فكرت انه زي ما بنشوفه على التلفزيون. بعدين بلشنا نصمم ونبرمج وبلشت أعرف إنه بيشتغل على الطاولة في ميشن عندها تشتغل عليها ميشن. بعد ما شاركنا تغير كل إشي إنه شفنا ناس ثانية وشفنا تقنية. المنافسة ما كانت سهلة مظبوط مع الفرق العالمية. أكيد 40 فريق من حوالي العالم و93 فريق من 40 دولة مشاركة. من 40 دولة. جميل. العودة لك أستاذ عبد الله. الآن اختيار شبابنا وشاباتنا أيضا هذا الموضوع ليس بالسهل من خلال مسؤول الفريق والمدرب تحديدا لأنه في فكر عام يجب الالتزام به كفريق بالإضافة إلى المهارات المتوفرة لديهم. تم توظيف هذه الأمور جميعها وصولا إلى الروبوت والجائزة والمنافسة. هلا عند اختيار الفريق احنا بنختار الطلاب ما بنختار الطلاب على مستوياتهم التعليمية نختار الطلاب على تقييم المستوى الإبداعي عند كل طالب. برنامج الروبوت برنامج هو أحد البرامج الإبداعية اللي بيقدمها مركز زاهم من سنة 2007 مجانا لجميع الطلاب في جميع مراكز التابعة لمركز زاهم. طبعا بتتم آلية اختيار الطلاب حسب الإبداع عنده حبه للبرنامج كيف ممكن طريقة تفكيره. طبعا البرنامج بيعطي القوانين الرياضيات الفيزياء القوانين الهندسية عن طريق التطبيق. يعني الطلاب تلاقيه بالمدرسة تلقين بحفظ القانون بس لما يجي على التطبيق شو هو القانون ما بعرفه. صحيح. فهاي الـ بتوفر المهارات عند الطلاب لتغيير التفكير بطريقة إيجابية لأي موضوع ممكن يواجهه. طبعا المسابقة لما تختار الفريق أنت بتختار الفريق يكون فريق متجانس لأنه العمل الجماعي عليه ربع العلامة بالمسابقة. نختار الفريق يكون عدده من 5 إلى 7 فقط لا غير. بتنفذوا على 4 محاور العمل الجماعي التصميم والبرمجة مهمات الطاولة واللي هو الحل الإبداعي. هلا المسابقة كل سنة إلها موضوع كل سنة موضوع موجود مشكلة بالعالم بحاولوا إنه الطلاب يلاقوا حل هاي المشكلة كان باستخدام الروبوت أو بدون استخدام الروبوت. طبعا هي مشاكل ممكن تواجهنا يعني بجميع أنحاء العالم يعني كانت إحدى السنوات الكوارث الطبيعية كانت إحدى السنوات مساعدة كبار السن مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. السنة هاي العلاقة التشاركية كانت بين الإنسان والحيوان كيف ممكن يكون في مشكلة بين الإنسان والحيوان ونقدر نحلها بدون ما ننظر للإنسان والحيوان. تم توظيف يعني تم توظيف طبعا تم توظيف مهارات البحث العلمي عند الطلاب واشتغلنا عليها مشان يصلوا لحل إبداعي ويصلوا لبحث علمي يعني قادرين إنهم ينافسوا فيه على مستوى العالم. جميل. الآن في أسئلة تردنا أستاذ عبد الله. ليجو ليد تحديدا أيضا قد تكون مسابقة مشابهة بمحافظة إربد أم هي نفس المنظومة؟ لا هي نفس المنظومة. الفرق الأردنية في عدة مسابقات عالمية تطلع بتشارك فيها. طبعا بفضل من الله أن بالأردن هنا المنافسة الوطنية منافسة قوية جدا وبتفرز أفريقيا بتنافس عن مسابقات وتحتم ظلة مركزها الثقافي لأنه في مدرسة المسؤول عن المسابقة الوطنية اللي هو مركز اليوبيل للتميز التربوي. جميل. مركزها احنا عندنا تقريبا 6 أفريقيا مشارك فيهم. ممتاز. من جميع إن كان من الطفيلة من مادبة من إربد من عمان نمعان حريصين على المشاركة في هذه المسابقة لتحقيق الفائدة أكبر لطلابنا. ممتاز.
طبعا الفرق الأردنية فرق قوية جدا، منافستها لا واضح تماما يعني، يعني هذا الإنجاز بتحدث عن نفسه أستاذ عبد الله يعني، وابتسامة أيضا رحمة حاضرة. كيف شعورك لما حصلتم على الجائزة والمنافسة قوية ليست يعني؟ طبعا هي قوية كثير يعني كانت، وشعور لا يوصف صراحة، أنه أول مرة يعني بتشارك وأول مرة تحصد بالضبط يعني، هاي بصمة في حياتنا، بصمة إنجاز يعني صراحة، أنه إنجاز كبير لإلنا يعني. صحيح حققنا صحيح. هاي الجائزة. الجانب الذهني والنفسي يعني، الآن إحنا تحدثنا أنه في جزئية من التوتر نوعا ما كأول مشاركة، والموضوع جديد على رحمة وزميلاتك وزملائك أيضا وحمزة كذلك الحال. هنا الدور يكمن على المدرب ترى بالمناسبة، المدرب ليس فقط تقني، أيضا هو طبعاً شريك رئيسي بتهيئة الأجواء، وهذا يحسب للأستاذ عبد الله بالمناسبة طبعاً. أنه هي نفسية المشاركين، الفريق التيم كامل بروح الفريق الواحد وصولا إلى الجائزة. كيف حولتوا التحديات أو استثمرتوها إلى فرص على الشكل الذهني تحديدا والنفسي؟ والله يعني كنا انه كل ما نتوتر يعني، انه كان في توتر طبعا هو كثير كبير يعني، كونه احنا بنشارك يعني هاي اول مشاركه لنا، ما عمرنا يعني شاركنا هيك يعني، حتى لما يطلعوا على الطاوله الشباب كانوا يتوتروا يعني، وكان يعني هيك انه توتر انه هل احنا راح نفوز او ما نفوز، او يعني هو يعني هذا كان السؤال بجوز اللي بتبادر باذهان الفريق كافه. حمزة أنت كنت متوقع أنه ممكن نحصل على الجائزة كأفضل مدرب وأفضل فريق، ولا كان في خوف؟ تعرف يعني بالنهاية في نتيجة، والنتيجة يجب أن نكون راضين عنها، في فوز وفي يعني عدم توفيق، ويعني ما توفقنا خلينا نقول أنه حصلنا الجائزة، لكن مشاركة بحد ذاتها قيمة. كان في قلق أنه ممكن إحنا ما نكسب مثلا؟ أو أكيد ما كان في أكيد أنه يمكن تجيب ويمكن ما تجيب، يمكن تزبط معك يمكن ما تزبط. هيأكم مسؤول الفريق المدرب هيو يعني بأمامنا يعني ما هيأكم بهذه الجزئية؟ أكيد إنه أستاذ عبد الله طبعا له كل الشكر إنه دربنا في فترة قصيرة، يمكن أقل من سنة، في المسابقة العالمية أنت ما بتعرف إنك تزبط ولا ما تزبط، أنت بتسوي اللي تعلمت عليه وتدربت عليه، إذا نجحت هي إحنا فرحنا وانكم فرحتوا وفرحتونا. إذا ما زبطنا في سنوات جاي نزبط فيها. جميل هذا الجانب اللي على غير الأهمية أنا بتحدث عنه، هو التهيئة النفسية للفريق، وهذا يعزى للمدرب بشكل مباشر، حتى لو كان لدينا أداء تقني متميز ونحن على ثقة عالية أستاذ عبد الله إنه الروبوت الأمامنا على سبيل المثال سيكون متقدم، وطريقة الشرح والعرض أمام الفرق المنافسة، إذا ما كان في حالة ذهنية حاضرة للفريق، وهذا اللي كان حاضر حقيقة وساند بشكل كبير للحصول إلى المركز الأول بال 15 جائزة المنافسة، يعني هي عن 15 جائزة بالجزئية الأفضل فريق وأفضل مدرب. أستاذ مجحم، هي جائزة أفضل فريق أفضل مدرب وفريق هي جائزة بتعتمد على التحديات اللي واجهها الفريق، كيف ممكن كان المدرب يحل المشاكل للفريق. اولا من احد اساسيات المسابقه ان المدرب او المشرف على الفريق بيعطي الطالب الطريق الى المعلومه، ما بيعطيه معلومه، لانه الطالب اذا وصل للمعلومه مستحيل ينساها، بينما انت اعطيته اياها بعد فتره راح ينساها. الشغله الثانيه كيف ممكن انت توظف طاقات الشباب، كل واحد حسب ابداعه، يعني كيف ممكن تقسم الفريق، مين يكون في الحل الإبداعي، مين يكون على الطاولة، مين يكون على هذا يعود إلى مهارات طبعا، على مهارات مختصة، كل شاب له مهارة معينة تقدر توظفها أنت في جميل. الجانب المناسب. جميل، أنا بدي أشكر ضيوف الكرام، من بارك لكم مجددا، من بارك لذويكم، من بارك للوطن، من بارك لمدربكم، لكم بشكل خاص هذا الإنجاز، ولن نكتفي فقط بهذه الجائزة، أكيد لنا لقاءات مستمرة والإنجاز سيكون حاضر. التميز له تعريف وتفسير متعدد، لكن يجمع الخبراء والمتخصصين على موضوع التميز حقيقة هو أن تتفوق على أقرانك الجيدين، وأنتم تفوقتم يعني بمنافسة ليست بسهلة على أقرانكم الجيدين وعلى المستوى العالمي. الأستاذ عبد الله المجالي أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، أفضل مدرب، الوقت لا يسعنا الشكر وصل أكيد لكل جميع شركائكم، جميع من دعم أيضا مركز ذهبي معان والفريق المشارك. رحمة محمد روحي غزال،
كل شكر لك ومبارك. حمزة البدور كل شكر لك وأسعد الله صباحك. أعزائنا المشاهدين سنذهب الآن إلى فاصل قصير ونواصل معكم باقي فقراتنا بحلقتنا لليوم، فابقوا معنا.